جزاكم الله خيرا. هذا السائل طاء عين ميم مصري ومقيم بالمملكة يقول: ما حكم هجران المسلم لأخيه المسلم أكثر من 3 أيام؟ هذا فيه تفصيل. إن كان هجرانه من أجل أمور الدنيا وأمور النفسية وهو مستقيم على طاعة الله أي المهجور، فإن هذا حرام، لا يجوز هجره فوق 3، ويرخص في 3 فقط إن كان ولا بد. وترك الهجر في هذه الحالة نهائيا أحسن وأتم، ولكن إذا كان ولا بد إلى 3 أيام ما زاد عنها فهو حرام، لأن المسلم له حرمة ولا يجوز هجره. أما إذا كان هذا المسلم عاصيا مرتكبا لكبيرة من الكبائر دون الشرك دون الكفر ونهي عن ذلك ونصح ولم يمتثل، فإنه يشرع هجره. إذا كان في هجره ردع له حتى يتوب فإنه يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل، ولو زاد ذلك عن 3 أيام. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين خلفوا 50 يوما حتى تاب الله عليهم. نعم، جزاكم الله خيرا.